السلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله بغيت ندير السفه بلاصوص اولا بالمرقه ديال لاصوص الغدا، وبغيت نشارك معكم الطريقه. في المقادير انا هنا عندي شويه ديال المهم في المقادير عندنا هنايا السفه، الكميه كديروا نتوما اللي بغيتوا. هذه السفه رقيقه، هنا عندي الزبيب هذا غادي نعسلو تالتالي، هنا عندي الدجاج نتوما كديروا الكميه اللي بغيتم، عندي شويه ديال الثومه، عندي القزبر والمعدنوس، وهنا عندي البصله انا درت الخضاريه ممكن ديروا العاديه، وهنا عندي مطيشه انا تقريبا درت كيلو حتى الكيلو ونص حيت تبغي بزاف ديال لاصوص ديال المطيشه، اللي عنده لاصوص طوماط يديرها. في التوابل عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، عندي شويه ديال الملحه، عندي التحميره معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ونص معلقه صغيره ديال البزار، شويه ديال الملول الغذائي، درت دويمه ديال الزعفران، ودرت نصيص من ديال كنور ديال الدجاج. وغادي نحتاجو شويه ديال الزيت الروميه باش غادي نطيبو. صافي دابا غادي نبداو، غادي نقولو بسم الله. غادي نقطع الربيع، نقطع الثومه والبصله، ونرجع معكم باش نبداو الطياب. صافي هنا في الطنجره غندير شويه ديال الزيت، غندير البصله، غادي ندير معها الثومه، ونزيد عليها الدجاج ونشحرهم مزيان. صافي ومن بعد نرجع باش نزيد عليهم لاصوص. صافي غنزيد الدجاج، صافي نشحر كلشي في مره. صافي تقلات لي البصله شويه والدجاج، دابا غادي نزيد لاصوص ديال المطيشه، وغادي نزيد حتى الربيع. صافي نخلي كلشي يتقلى في مره. صافي هي بدات تتغلي، دابا غادي نزيد العطريه اللي عندي، ممكن تزيدوا حتى مطيشه ديال الحب باش تجي حمراء اكثر. صافي دابا غادي نحركها، غادي نخليها تتقلى مزيان، ونرجع عاد ندير الماء اللي غادي يكفيني باش نفور السفه اللي عندي. صافي وبالنسبه للزبيب فغادي نعسلوه بوحديته، غادي نسلقوه. صافي انا غادي نسلقوه، صافي غادي نسلقوه في الماء، وغادي الماء اللي كيبقى فيه غادي نزيد فيه شويه ديال السنيده اللي غادي تكفيه، وشويه ديال القرفه. صافي ونخليه يتعسل. صافي البرمه عندي فارت، دابا خديت الشعريه درتها هنايا في القصريه، غادي ندهنها بالزيت مزيان، وغادي نردها تفور حتى تفور، عاد نعاود ليها بالماء. غادي ندير غير شويه ديال الزيت، وغادي نغلفها كامله،
صافي غادي نبسسها كامله حتى تغلف ليا مزيان بالزيت صافي، وغادي نردها تفور. صافي انا رديت هكا يفور، غادي نغطي عليه نخليها تفور مزيان ونرجع عاد نعاود ليها بالماء. صافي دابا فار ليا الاول مره، غادي نسوتو هنا في القصريه وغادي نعاود ليه بالماء ونرطو باش يفور. نديرو الماء غير شويه بشويه على ما يشرب لينا ونعاودو. صافي انا عاودت ليها المره الاولى ورديتها هكا تفور، غادي نبقى كل مره كنعاود ليها الماء غير شوي شويه على ما تشرب. صافي حتى تفور وتنقص لينا لاصوص، توقف لينا غير على مطيشه صافي، ما يبقى فيها لا ما لا والو. صافي ونطفيو عليها. صافي البنات السفه ديالتنا وجدات، انا صيبتها في القصريه، ممكن ديرو في طبسيط، صيبتها على هذا الشكل هذا. صافي المرقه ديالتنا حتى هي وجدات، كتختار كتخليوها غير في المرقه، ما تخليو فيها لا ما لا والو باش ما تجيش خايبه وتجيكم زوينه. دابا غادي نبدا باش نسكيها. صافي المشاهدين السفه ديالتنا كتجي على هذا الشكل، انا درت السفه، درت الشعريه ديالي ودرت فوقها اللحم ودرت المرقه اللي عندنا ولا لاصوص، ومن فوقو زدت الزبيب. صافي كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى باش تعجبكم هذه الطريقه وتجربوها. نقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.